الإنسان أول ما بده يحط هدف أول إشي لازم يحط الأهداف إنه أنا ليش بدي أشتغل؟ أول إشي شو اللي رح يجيني أنا كشخص؟ ليش رح أشتغل؟ إيش هي اللي الشغلات أو المصالح اللي رح يكتسبها بلدي إذا أنا اشتغلت؟ أول شيء من المصلحة الشخصية، أول إشي بتكون عضو فاعل بالمجتمع، بكون لك قيمة بالمجتمع، هاي ثاني شغلة. ثالث شغلة الدخل المادي والمعنوي. رابع شغلة إنه أنت رح تقدر تساعد أهلك.